ضايع هذا الفيتامين سي. عصير كتير هيلثي جواته اناناس بنانا تفاح اخضر بجنن، لازم تجربوهم بايت سمارت. لا لازم ناخذ فيتامين سي صراحه بعد يوم شاق ومتعب وطويل. لا لازم ناخذ فيتامين سي صراحه بعد يوم شاق ومتعب وطويل. أعطيكم هيك فكرة سريعة على إيت سمارت. طبعا هنا هيلثي فود، عندهم أكل صحي، هون عندهم فروت، عندهم وجبات. الوجبة طبعا بتاخدوها، طبعا عندكم منيو كامل، أنا رح أسوي لكم يا ساندويتش. عندكم هذا طبعا اللوتس، هاي مش مسموحة طبعا، بس هلأ أخلص يعني لازم أكل صراحة لأنه مش عادية قدي زاكية. عندهم هون كمان سويت، والديكورات كتير حلو صراحة، بحب البرزنتيشن تاعهم. هذا ماي حاطين فيه أورنج وليمون وجينجر ومنت، هذا ديتوكس للجسم يعني لو كل يوم شربنا لنا كاسة كاستين كتير مفيد ورائع جدا. وهون طبعا في الشوكولات للناس اللي بتلعب جيم، هاي كتير زاكية على فكرة، جاب ليها الكوتش وهاي زاكية. لا كل اشي موجود هون ما بنصح، تمام؟ يعني زي هاي البيتزا مارغريتا بيتزا، طبعا لو كالوري ما فيها اي كالوري. نفس الاشي البرجر زي ما بتشوفوا، طبعا الخبزة براون، اللحمة، الصوصات ما في عليها كتير صوصات، حتى انواع الصوص عندهم، حتى شوفوا البطاطا كيف مشوية مش مقلية. فصراحة هيا ثانك يو انك دليتيني على المحل، انت زبونتهم طبعا، بتاخدي من عندهم وجبات يا ام هيلثي يا بيبي. طب نحكي ليه على الجمال اليوم انت؟ لا عن جد هيا اليوم الجمال ما شاء الله تبارك الله، مثل القمر اليوم طالعة، عن جد مثل القمر. شهي يعني رجع فيها، أهم شيء إنه ما بنصح وأنا بحبها رقيقة. اللي عندهم حسيه منه ما يوصوا، بس انا كثير بحبه ووجبه صحيه. هاتوا ندوق. طبعا الرز كله ستيم عندهم. اوكي شو سحس؟ شو بدي؟ هيتهم كلهم يعني. واو واو واو. لا مش عجينه. هاي اسمها ستيك ترياكي، كمان بين بتشهي. هذا الرايس معمول مع ابل. مع ابل. طبعا هلا هيك بتعملوا بالضبط جوا. ما عرفتش افتحها، بس مبين شيء خطير خطير. وهاي تشيكن برياني، يا سلام، مع اللبن. يما الحب يما هاي اللبن كتير زاكي. هذا الشيء هاي السالمون عندهم. اوكي طبعا زي ما قلت لكم كل شيء عندهم مشوي، والرز ستيم عندهم. طبعا
ستيم يعني ما فيه لا زيت ولا ملح ولا اي شيء. السعر مرتبط نصه السعر عالمية مش مسموح. واو حرام دوق السالمون يا حرام يا حرام السالمون خطيرة بصراحة. وهاي بيف فاهيتا سلام مع مستوسات مع أمور طيبة. يما الحب يما بتشفي عن جد؟ ايه عن جد؟ عن جد بشحن يعني هيا ضلت تحكي لي عنهم ضلت تحكي لي عنهم لحتى عجبتني بعد ما خلصنا شغل من المكتب قلت لازم تجربي الاكل عندهم قد ايه زاكي انه قليل انا ما بقتنع كنت بالهيلثي فود انه بعرف انه اكله يعني طعمه بكون زاكي ولكن اليوم صراحة انا مع انه انا عندي حساسية للسي فود ولكن اغنمت للسالمون هاد مش عادي كتير زاكي كتير شوية كيف عم تطلعي ليش تطلعي علي هيك طب كتير زاكي شو عامل طب زعاني انا زعاني ما بديش اكل خلص لا خلص ليه بتعاقبيني انا ما بعرفك تعاقبيني علي شوف كيف بتعاقبيني هيك عم تاكلي سالمون صحتين وهنا القلب ايش الزمان يعني بس انا اكتر اشي حبيته هون شو هو هيا لا انه شو انه زيرو شوغر يعني انا لما بدي اكل هلا كل هاي القطعه ما في تانيب ضمير انه فيها سكر ولما كمان بدي اكل هذا الاشي اللي مش عادي كمان ما فيه سكر ولما بدي اكل كمان هذا الاشي ما فيه سكر وهذا ما فيه سكر وهذا ما فيه سكر وهذا ما فيه سكر كوتش ايهاب رح اقضي عليهم كلهم تمام كلهم رح اكلهم وما فيهم سكر 25 بروتين 10 كاربس وزيرو شوغر هاي اللوتس اوكي 25 بروتين 10 يعني انا لاول مره عم باكل حلو وضميري مش مأنبني طعمه زيه زي الحلو العادي سكر هاي اللوتس مسموحة زيرو سكر ماشي واو سكوتش إيهاب لا لازم تقول احضر احضر الفيديو هذا صح؟ هاي سابع لقمة على فكرة كوتش إيهاب كمان على فكرة كوتش إيهاب كوادر كمان كل وجباته الفطور وغدا وعشاء من إيت سمارت يعني لما أكون عنده بالجيم بتمرن بشوف الدليفري بيجي الصبح بتقول له وجباته
وانا بفكر اعمل معهم اشتراك. بدي اشترك بس على العشاء. هن طبعا عندهم اشتراكات بغطوا فطور وغدا وعشاء، ببعثوا لكم اياهم دليفري على البيوت. بس انا بصراحه مفكره اسجل معاهم على العشاء، بصيروا يبعثوا لي عشاء، يوم سالد، يوم صدور دجاج، يوم سالمون، يوم السالمون عندي حسيه، يوم بيف. رائع اكلهم صراحه، كثير تيستي وزاكي. ما تحسوا انه عم تاكلوا اكل هيلثي، بتحسوا حالكم عادي عم تاكلوا اكل بيوت، بس زيرو كالوري وزيرو سكر. هلا يا ترى شو قصة الايفون اكس من ايت سمارت؟ هلا في سحب على ايفون اكس عندهم بايت سمارت. هلا اول شيء رح اعطيكم الخطوات كيف ممكن تفوزوا بهذا السحب. ما عليكم الا تيجوا على ايت سمارت بشارع باريس بصوفية، تشتروا من عندهم اي شيء فوق الخمس دنانير، يعني لازم تكون قيمة الفاتورة فوق الخمس دنانير، سواء اجيتوا اكلتوا حلو، اكلتوا سلطة، اخذتوا وجبة. بس اكلهم كتير زاكي، رح تحبوا عن جد كتير. طبعا بتجيبوا الفاتورة. هلا مثلا رح اوجيكم سامبل. لما تدفعوا وتطلع فاتورتكم فوق الخمس دنانير، تاخذوا الفاتورة زي ما هي وبتقلبوا الفاتورة، بتكتبوا عليها اسمكم ورقم تليفونكم عشان انا رح اعمل السحب على الايفون. يعني مثلا عندنا هاي الفاتورة، ورق تقلبوها بتكتبوا الاسم ورقم التليفون وحتفوتوا دايركت بالسحب. وان شاء الله السحب حيكون من بكره ل 16/9، بتاريخ 16/9 رح اعمل السحب على الايفون هون في المحل. زي ما قلت لكم طريقه كثير سهله، ما عليكم الا تيجوا تشتروا اي فاتوره فوق الخمس دنانير، تكتبوا عليها رقمكم واسمكم وتحطوه بالبوكس. طبعا هنا حاطين بوكس للارقام، وان شاء الله انه اللي كثير نفسه الايفون يفوز، وانا راح اسحب انسحب من الايفون. تمام، هلا رحت لكم اكونت المحل، هو عنوانه كثير سهل، بشارع باريس، ايت سمارت جنب كابس. اوكي، ورنوا كمان على الرقم اذا بتحبوا، ازعجوهم شوي، اسالوهم عن المحل. انا اوريدي مربحه كمان. انت قبل كمان بايت سمارت عملت سحبين، يعني كل سحب اخذ معي 15 يوم. اول 300، 250، وبرضه نفس الشيء. وفي واحد من نصيبه اول مره طلع له 300 دينار، وثاني مره 50 دينار. والله هذا كثير محظوظ، ما شاء الله عليه، لانه كثير بيجي على المحل يعني بحبه. فهي المره جوزو تحت، راح يحكم ايفون. يلا جهزوا حالكم.